سيدة السادة المنتخبين المحترمين، احنا كلنا واعيين بالأهمية ديال المنتخبين التجمعيين، واعيين بالدور ديالهم يعني في المسار ديال التنمية، والاهتمام بالأدوار ديال الجماعات المحلية هو داخل في الأديان ديال الأحرار. ما نساوش أن أول ميثاق جماعي أتكلم عليه سي أوجار كان سنة 1976، وقعوه ثلاثة ديال المؤسسين ديال الأحرار، سي عثمان وسي شيقر وسي غاي. وما نساوش أن بلدنا من بعد الدستور ديال 2011 قطعت أشواط مهمة كتعلق بالجهوية المتقدمة ومنحات الكثير من الاختصاصات للجماعات الترابية. وحتى واحد ما يقدر ينكر التقدم اللي حصل في القوانين التنظيمية ديال الجماعات، واللي اعطت الجماعات والغرف ومجالس الجهات مساحة مهمة ديال الاشتغال وديال الاستقلالية وديال التدبير الحر. لكن هذا الشيء ما كيعنيش أننا نقول بأن الممارسة العملية بينات بعض الإكراهات والمشاكل وربما النواقص. وهذا الشيء علاش مشينا عن الناس للجهات والأقاليم ديالكم، وبعد انتخابات مباشرة ما تسنيناش تبقى 6 شهور ديال يعني انتخابات، مباشرة بعد انتخابات بدينا يعني كنخمو في هاد الجولات. وفي نفس الوقت ما كانش ممكن نقترحوا شي رؤية ولا تصور بلا ما نتصوروا معكم ومع جميع هيئات ديال الحزب. هادشي علاش درنا الجولات الجهوية ديال المنتخبين، وشخصيا مع الوزراء وأعضاء المكتب السياسي مشينا 12 يعني جهة ودرنا المغرب كامل، وخدينا معنا بعض الخبراء والأساتذة باش يواكبوا معنا هذا العمل. وهذا الشيء في الحقيقة إلى كتعقلوا معايا كان بديناه في 100 يوم 100 مدينة، وحقا بديناه من مسار الثقة يقولنا دي اللي بغي نجزنا 100 يوم 100 مدينة نجزنا. اليوم احنا كنتكلموا على مسار التنمية، وفتحنا أنا ذاك نقاش في المدن الصغيرة والمتوسطة، والجميع تقريبا كانت عنده أولويات مشتركة. شنو هي الأولويات؟ المدرسة، السبيطار، المرافق الاجتماعية ديال القرب والتشغيل. واليوم درنا نفس العملية معكم تقريبا عام ونص وحنا في الجولات الجهوية، سمعنا الجميع المنتخبين وعرفنا التحديات والإكراهات اللي كاينة عندكم في الميدان، وانا شفت كيفاش كانت بعض التحديات حاضرة في الجهات، تحديات ديال الوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، تحديات اللي كتخص الاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، تحديات ديال الالتقائية يعني لا كونفيرجونس في البرامج والمخططات الترابية، تحديات اللي هي مرتبطة بالتواصل والتكوين ديال المنتخبين واللي عندها ضوء أساسي في المرحلة المقبلة. هادشي كامل خلانا نكونوا فكرة ونكونوا كذلك تصور على العرض اللي يمكن نجيبه به. وفي نفس الوقت لقينا عدد من المشاريع وبرامج اللي جابت الحكومة واللي كينا في الجماعات، كينا في وسط الجماعات والأقاليم والجهات. حكومة بالبرامج ديالها عاونت الجماعات منين أهلت عدد المستشفيات القرب لي سونتر دو سونتي، واليوم موجد أكثر من 500 وغادي نوصلوا 1400 يعني بحول الله. الحكومة عاونت الجماعات مني زادت مجموعة من المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق، ودارت مدارس ديال الريادة اللي وصلت هاد السنة لأكثر من 600 مدرسة، وكل عام غادي نزيدوا ب 2000 مدرسة ديال الريادة في العام في أفق تعميمها. الحكومة كذلك عاونت يعني في الجماعات الترابية لا في لو فون اف اس اش ولا في الاف دي ار، يعني في واحد العدد ديال المشاريع اللي كتهمكم، وهذا الشيء مهم بالنسبة للتنمية وفك العزلة في عدد من المناطق وفي عدد من الجماعات خصوصا في العالم القروي.